يا ام تامر. ايوه يا حبيبه قلبي، اهلا سلام عليكم. بحضرتك، اهلا عليكم وسهلا. السلام ورحمه الله. ايوه ازيك يا ست الكل، يا اهلا حنين بيك يا انت، والله انا بحبك يا قوي قوي عزيزه. قوي كده لله، الله وبحب يخليك، برنامجك الله وبحب يكرمك، الشيوخ الكل، الله الله يخليك يخليك يا حبيبتي، والله شكرا. والشيخ احمد والشيخ اشرف والشيخ محمد كلكم، الله يحفظك، وربنا يخليكم الله يخليك. للبرنامج ودايما كده يا حلوه رب. النبي، مكالمه حلوه هي على منين الصبح، بقى؟ عسل من من رب، وكل سنه الدقهليه. وانتم ام طيبين يا تامر حبيبتي. وانت طيبه. انا قولي عندي بس سؤال، كام سؤال كده في قولي الدين، في الصلاه انا قولي متلخبطه. قولي. انا الحمد لله انا يا مثلا ست كبيره وما عنديش يعني ما عنديش يعني ان انا افهم كده، الحمد لله البرنامج بتاعكم فهمني وبعرفني كل حاجه طب الحمد لله. الحمد لله. والله. فانا عايزه اسال دلوقتي، انا يوم الجمعه سامع خطبه للشيخ بيقول لا ينفع يعني لا العصر لا سنه لا قبل ولا بعد، وانا الناس تانيه يقولوا لا ليه سنه، العصر. وانا بضطر ان انا اصلي ركعتين قبل العصر، ماشي. طيب ماشي، فانا مش عارفه هل ده صح ولا ايه. ماشي، وسؤال السؤال كمان، تاني. انا بصوم كل الحمد لله بصوم طول السنه اثنين وخميس، ما شاء الله عليك. ما شاء الله. فهل يعني طول السنه الحمد لله، هل هو ان انا بفوت صلاه النص من هو من كل شهر عربي 13 هو 14. اه انت بقى خلاص، انت و12 مواظبه على الاثنين وخميس، مش انا مركزه في مواظبه، هل ده مثلا ان انا احاول ان انا اصلي اصوم ده برضو ولا ده يعني سنه ولا ايه؟ اللي هو طيب 13 و 15 مش كده؟ حاضر حاضر. ومعلش وسؤال كمان، قولي. المغرب ها، بيقولوا لازم المغرب اللهم صل على النبي، عليه بعد الصلاه والسلام، المغرب لازم اصلي 6 ركعات بعد صلاه المغرب. 6 ركعات. هل ده ايه يعني؟ انا مش فاهمه برضك، الناس بيقولوا ده وانا مين اللي مش بيقول عارفه لك ده ارجع يا حاجه؟ منين مين اللي ولا بيقول لك ليه. ده؟ الناس بيقولوا لي بعد المغرب وانت بتاخدي تصلي ثلاث بتاخدي ركعات 6 ركعات. انت بتاخدي تعليمك من الناس؟ لا طب اسمعي معلش الرد كده، الصح، اسمعي اسمعي الرد عشان كده الصح انا من الشيخ. بستنى اليوم الحلو انت بتاعك حلوه، علشان اسالك واستفهم منك. اهلا لذيذه وسهلا، قوي، على دماغك. شكرا يا حاجه يا قمر، انت الله مكالمتك يخليك. حلوه خالص، انت كان الناس اللي لسانها ايوه حلو ده صدقه، دي اهلا الكلمه بيها، الطيبه صدقه، اهلا فهي بيها، عماله تتصدق علينا بكلمات حلوه قوي. اهلا بيها. طيب دلوقتي العصر له سنه ولا ملوش سنه؟ بص يا فندم، الخلاصه اللي عارفه الايه، كبسوله خلاصه فيها الخلاصه. في عندنا حاجه اسمها سنن رواتب. رواتب يعني ايه؟ يعني سنن مؤكده. مؤكده يعني ايه؟ يعني النبي ما كانش بيتركها ابدا. ورواتب عامله زي المرتب، يعني ايه؟ ما هو كلمة المرتب يعني ايه؟ يعني حاجة مستمرة. ايه اللي كان النبي بيستديم عليه يا فندم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة، يعني 12 ركعة في اليوم والليلة، بنى الله له قصرا او بيتا في الجنة. طب ال 12 الرواتب المؤكدة اللي ما كانش بيسيبهم دول ابدا، هرتبهم لك يا استاذ دعاء والناس معانا يحفظوهم ما يسألوش حد تاني بعدين. من الفجر؟ لا، هناخد ال 50%، 6 منهم للظهر عشان نريح. 6 من 12 للظهر، أربعة أربعة قبل قبل واتنين واتنين بعد. بعد كده. ماشي، الظهر خد كام؟ 6. 50%، فاضل لنا خمسين كام؟ في المية من ال 12 ركعة 6 من 12 ركعة اللي في ربنا الظهر، سبحانه وتعالى بيبني بيها بيت في الجنة بيت في اللي النبي ما الجنة. كانش بيسيبهم أبدا. خدنا كده 6 في الظهر، 4 قبل يا رب واتنين بعد، فاضل قدرنا. كام؟ فاضل كام من 12؟ فاضل 6. احفظيهم بقى، ها، 2 قبل الفجر، واتنين بعد بعد المغرب، المغرب، واتنين بعد العشاء. بس خلاص خلصنا. قولهم لي تاني بقى. خلاص، يبقى كده في 6 الظهر، حلو قوي، 4 قبل صلاة الظهر واتنين بعد صلاة الظهر. حلو، انت سهلتها كده، حلو كده. يبقى كده 6 في الظهر، ابدأي بقى من المغرب بقى، ابدأي من المغرب، واتنين الفجر واتنين المغرب واتنين العشاء. بس خلاص كده، دول ال 12 الرسول ما كانش بيسيبهم ابدا. في عندنا